علاش غادي تمشي لنا دارنا، علاش غادي تمشى للدار، علاش غادي تمشى للدار، كانوا كيقولوا لي ما عندناش فلوس، ما عندناش فلوس. شي حاجه كتجيب النتيجه احسن من الروتين، ما كايناش شي حاجه كتجيب النتيجه احسن من الروتين، والروتين هو اللي كيجيب النتيجه. غادي تمشي عند ما عرفتش اي واحد ناجح، سير عند بطل المغرب البادي بويلدينغ، رياضه كمال الاجسام. مشاش الله صال مره واحده بيان سير، مشى الله صال ومشى 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 مشى 4000 7000 10000 مره، بقى فهمتي ما جابهاش مره واحده، فهمتي جاب بالمعاوده والمعاوده والمعاوده، وتعاود تيدير نفس داكشي اللي كيدير اليوم تعاود يديرو. عند شي واحد عنده اكبر شانيل ديال اليوتيوب بيان سور ما يبلوداش فيديو واحد هو يوصل اكبر شانيل ديال اليوتيوب في العالم واكبر سبسكرايبر، ماشي بفيديو واحد باش دار هادشي، فيديو جوج وعشرة ومية وميتين وعشرة الاف فيديو عاد وصل لداكشي. ما كاينش شي حاجة بمصير عند شي واحد تيلعب السيرف مزيان بيان سور، ماشي من اول مرة جا طلع فوق السيرفا لقى راسو كيسيرفي مزيان، طاح مرة وجوج وثلاثة وعشرة وحاول نهار وجوج وعشرين يوم وشهر وغادي كيتيمبروفا النيفو ديالو غادي كيت. باش تعلم انت الهضره كنا كنقولوا حنا صغار ما كنا كنخرمزوا كاع الهضره ديالنا كامله، واليوم وغدا وبعدو تعلمنا ندوي نفس القضيه مع المشي، وقفنا طحنا وقفنا طحنا وقفنا طحنا وقفنا طحنا وقفنا طحنا تعيينا عاد تعلمنا المشي. الفرق هو دابا كتحط شي حاجه جديده باغي توصل ليها وما كتبدلش نفس المجهود اللي كنتي بدلتي باش تعلم الهضره وباش كنتي تتعلم المشي، كون بدلتي النص ديال المجهود كون وصلتي ليها. ولكن كلشي عنده ديك المنطق ديال الزربه والخف، باغي شي حاجه بالزربه، باغي شي حاجه خفيفه، باغي نوصل بزاف. من الاول ديك الحاجه اللي باغي توصل لها كطلب قدها وكتجيب المجهود، وانت جايب واحد المنطق ديال راك باغي تضرب بالزربه وتدوز، فهمتي جايب واحد 10%، اون فوا كتبدل ديك 10% باقي ما عطيتيش داك المجهود اللي خاص تعطي باش توصل لديك الحاجه، كتلاشي وكتمشي في حالك. لان كنا شنو غادي تخسر الا ديك الحاجه كانت تطلب قداك وانت بدلتي قداك؟ وما تخسر حتى شي حاجه. ولكن لاكطاريه اليوم ما عرفش علاش ما باغاش يخدم، ما باغاش يبذل مجهود، ما باغاش ينوض بكري، ما باغيش ما باغيش ما باغيش. سولت واحد السيد شنو هو الفرق ما بين واحد كينوض مع السبعة الصباح وواحد بقى ناعس ما بغاش ينوض، وبين واحد مشى دار الخدمه اللي عليه كيتسنى يكتب عرفتي كيكتبو وكيتسنى يبلودي فيديو يبلودا، وبين واحد ما دارش خدمته. قال لي الفرق فريمون 80% ديال الفرق ما بين الناس هي علاش، خاص تسولو علاش دار داكشي، علاش كيبرودي الفيديو، علاش فيق مع السبعة الصباح، علاش كتب داك الارتيكل، علاش ملتزم ديك، علاش بزاف ديال الناس ما عندهمش علاش، تسولو علاش ما كاين حتى شي جواب. تقول لي يقول لك ياس باغي ندير الفلوس، تقول لي علاش باغي دير الفلوس، عتلقى شي اجوبه تافهه ما عندها حتى قيمه، ما تخليكش تنوض مع السبعة الصباح، وحسن لك ما تنوضش مع السبعة الصباح. غايقول لك باش نشري طوموبيله، باش نشري سي ماركت، باش ندوز قدام الليسي، باش نتصور على صحابي، باش نلبس مزيان، باش نعيق، باش فاك يو شاد شو لازم يخليك تنوض مع السبعة الصباح. انا بلاصتي غادي نصبح ناعس العاود باش غادي نوض مع السبعة الصباح نتعذب، حسن لي نعس. غادي تمشي عند بزاف ديال الناس اللي واصلين غادي تلقى وصل، وغادي تسولو هذا السؤال علاش كنت كدير هادي، تلقى كاين شي اسباب سير، كان شي سبب هو اللي تيخليه يبذل المجهود، كان شي ظروف داز منها، شي مشاكل، شي حاجه، وسيرتو الحاجه هي ام الاختراع. اوكي نبدا براسي انا الاولى، تسولني علاش كنتي ديك الساعه ملي كنتي باقي صغير كتخدم 16 ساعه 14 16 ساعه في النهار، غادي نقول لك على حقيقه خاصني الفلوس. غادي تجوز تقول لي عاوتاني ها اللي قلنا وعلاش خاصني الفلوس، يلا جاوب. على حقيقه ملي كنت صغير كنا عشنا شي ظروف اللي كانت شويه صعيبه، على حقيقه احسن بلاصه، احسن بلاصه دوز في احسن وقتات في حياتي ليومنا هذا، باقي كنتفكر اي وقت كنلقى راسي كنت في هذيك البلاصه. هذيك البلاصه واحد النهار غادي يجيو هذيك البلاصه اللي هي واحد الدار اللي فيها احسن الوقت ديال حياتي اللي مع عائلتي كامله، جدة خالتي ولا خالتي عمي، المهم ديك البلاصه كامله غادي تجي دار الضريبه تقول لك شوف يا غادي تخلص يا غادي تخوي يا غادي تبيع في السيزي يا غادي تبيع في السيزي، وبيان سور الحاجه اللي تبعت في السيزي كتباع بواحد الثمن رخيص. المهم اضطرينا ان ديك الساعه نبيعو بواحد الثمن اللي هو ماشي ثمن مزيان، ونروحو لبلاصه اخرى اللي هي اقل، ونساو نحيدو بعد الذكريات كامل. وبيان سور كنت كنسول علاش غادي تمشي لنا دارنا، علاش غادي تمشى للدار، علاش غادي تمشى للدار، كانوا كيقولوا لي ما عندناش فلوس، ما عندناش فلوس، كون كان عندنا فلوس نمشيو دار الضريبه، ماشي طرا السيزي، ماشي طرا ماشي طرا. ومن هنا وهذا هو الدافع وراء الفلوس، وهذا الدافع من بزاف الحوايج اللي ما نقدرش نقولها اللي كنت عشتها وانا صغير، اللي خلات اني ديك الساعه نخدم 14 16 ساعه مليون ساعه في السيمانه، نجبد السيمانه ونخدم اي دونت فاكين كير، خاصني
جي 2011 صافي ديك الساعه فاش جا لاشي بدات نعس، ما نبداش كنخدم، ما نبداش كنوض، ما نبداش ما مسوقش في حياتي، لان صافي حققت داك الواي، داك علاش جاوبت، جاوبت الجواب، وصلت لداك الشيء اللي كنت باغي، راني وصلت لكاع داك الشيء اللي بغيت. عندي برقمان 650، عندي طوموبيله دايره 32 مليون، عندي جوج ديال لي زابارتيمون، عندي اكثر من 100 مليون في الكونت بونكير ديالي، علاش اجي نوض في نهارك؟ علاش ما بقاش عندي علاش نوض؟ وليت كنعس حتى الربعه د العشيه، كنوض بالليل وما مسوقش. ديك الساعه اللي ندخل فواحد الدوامه ديال صافي الحياه بقات كتعاود، اوكي الفلوس داخله، اي دونت فاكين كير، واحد الحياه ممله. 2011 12 13 14 حتى ديسمبر 2015 غادي نتلاقى مع شي ناس فيتي نو غادي ينغزوني، غادي يقول لي اخو زوني ياس، غادي نعاود نقولها غادي ينغزوني. ديسمبر 2015 غادي نتلاقى مع شي ناس فيتيني بزاف، غادي كتقول لي اخوناك ما تيقتي، انت راسك هو البطل، انت هو اللي واصل، انت راسك عيان. بيان سور هادشي باش مهم، ديما تبقى مع عشر الناس اللي فيتين وسابقين وفوق منك. بيان سور غادي يكون عندك صحاب قل منك في نفس المستوى ديالك مزيان، ولكن ديما واخا تعرف تخلي واحد 10% احسن منك ديما. او من خاص تخلي 2011 ملي كانت في عمري 22 عام و12 و13 و14 وقلت حتى 15 من شويه، عامل كنت مصاعد، كنت مصاعد مع اللي قل مني، انا هو اللي صاك احسن طوموبيل، انا هو اللي عندي، انا هو اللي عندي. دونك كنت مادا فاكر، كنت فهمتي لوزر فاشل، دور بيا دراري زوينين اللي فهمتي كنت كنعاونهم باش يطلعوا، وما كنت انا في نفس الوقت خاص يكون شي واحد اللي الفوق حتى هو كيعاوني باش نطلعوا مينيموم بعدا كي كنشوفوا، فهمتي مطلع ستاندرز ديالي، ماشي صافي انا راني وصلت باش نعاود نسحب كلمه كنعاونو كيعاونني وكنعاونهم وكنتسنى شي واحد يعاونني، لان كلمه كنعاون شويه ماشي صحيحه، خصوصا بالفهم ديالنا المغربي كنعاونو حتى واحد المعنى في شكال. انا دابا نيت واحد الشواد يطلع لي شي خونا في لي كومونتير ولا في الميساج يقول لي علاش اخويا اسمع انا ما باغيش تعاونني، هاي دوك الناس ولا انا كنت معاون راسي ب 99%، فهمتي انت معاون راسي ب 99% وهما معاون راسهم ب 99%، كانت شي مساعده مني ولا شي واحد اخر ليا ولا انا لشي واحد اخر، ما كنت كل مساعده واحد الكوش صغير، فهمتي اللي قدرت تساوي 1%، ولا ما خفت نكذب، ما خفتش نكذب قل لي قدر من 1%، يعني ماشي تسمع عاونتو عاونني. هذه رساله للاخوان ديال عاونني، ما بغاوش يعاونونا، ما كيبغيوش يعاونونا، ما كيبغوش يوريونا، ما كيبغوش يديروا لينا، حنا ما عندناش الظروف، انا ما عنديش الفلوس، فهمتي تيبقى ديما المهم ديما هو خاصو يقول شي حاجه باش ما يلومش، ما عنديش الظروف، ما معاونانيش الظروف، ما عرفتيش الظروف ديالي. هذه الجمله اللي كتعاود بزاف، ما عرفتيش الظروف ديالي. واش كتظن الناس اللي وصلوا كاع عندهم ظروف مزيانه؟ فريمون بربي كون كانت عندهم ظروف مزيانه كون مشاو نعسوا صاحبي، مني انا كون كانت عندي الظروف مزيانه شان. دونك النجاح هو هذه الحاجه ما عندكش خصك تصنعها، انت ماشي طبيب باغي تولي طبيب، انت ماشي فهمتي انت غليظ باغي تولي مقاد في الجسم ديالك، انت ما كتقراش مزيان باغي تولي كتقرا مزيان، واحد الحاجه ما عندكش وباغيها تولي عندك، ما عندكش الفلوس وباغي يوليو عندك الفلوس، ما عندكش شي حاجه وباغيها تولي عندك، ماشي عندك الا عندك. فين هو النجاح؟ فين هو النجاح داخل عبد الله؟ فين هو النجاح؟ فين هي السطور اللي تسمى قصه نجاح؟ عندك ديجا، علاش الا باغي دير شي حاجه في حياتك طلق ديك القصه اللي كتعاودها ديما راسك ديال الظروف، الوالدين، خويا ما خلاونيش، المجتمع، الحكومه كيزيدوا علينا درهم، كيزيدوا علينا في الدقيق 50 سنت، كيزيدوا علينا في دانون. هاد القصه ما غادي تلقى شي انسان ناجح كيناقش الزياده ديال دانون، لان ديك 4 دريال اللي يمشي هو هادي خدمه يجيب درهم، درهم حشومه كاع، فهمتي مشيتي خدمتي غادي تجيب درهم، هما غادي تجيب 2000 درهم، غادي تجيب 3000، 5000، 10000، 20. دونك برو سالي دوك الشكوى ديالك وديك ما عاونونيش، المهم اي حاجه الشكوى نسى، فهمتي اي حاجه زوينه راه انت السبب فيها، واي حاجه خايبه انت السبب فيها، ما عندك كتهمل الاخرين، دونك الحل راه ماشي عندك، دونك غادي تمشي تنعس. كترى شي حاجه خايبه في حياتك وكتهم راسك، دونك غادي تنوض تحرك، لان المشكل عندك والحل كاين عندك، راه فغيمون المشكل كاين عندك والحل كاين عندك، ولكن اصعب حاجه تبقى تديرها الشخصيه ديما خاصك تتهم الاخرين باش يسهل عليه هو الاموريه باش ينعس مرتاح. باش نسهلوا علينا الحياه فهمتي، باش تعيش فاشل، باش تعيش المهم راضي على نفسك نفسيا باش تنعس في الليل، فهمتي كتذكر راسك واحد البيره، واحد المخدر ديال سميتو كتشلع على راسك، تذكر راسك يوميا قبل ما تنعس فهمتي باش تبقى عايش راضي على راسك. المخدر هذا شنو هو؟ الحكومه هي اللي ما خلاتناش، الوالدين ما وفروش لنا الظروف، ما عنديش الظروف، المجتمع، صحابي هذاك الشباك،
هادو الشفاره كثاروا، الحكومه شفاره نصابه، هادو بغيتو لنا رزقنا، الكريساج كثار. اي كلمه ما كنتش باغي نقولها اللي هي الكريساج، اللي يقدر يطلع شي خونا يقول لك وعلاش انا هو السبب في الكريساج، انت هو السبب في الكريساج اللي تكريسيت، لان انت اللي زدتي من ديك الطريق اللي خليتهم يكريسيو، زدتي من شي طريق اخرى ما كانتش غادي تكريسا، علاه قلت لك ديما رجع على راسك. الا رجعتي على راسك غادي تلقى الحل، راه المشكل عندك والحل عندك. نهار كنت غادي بالطوموبيله نتيزمو واحد البلاصه وما يزقو بحجره ويجي في الباب، عوجات ليا الباب، اشنو غادي نتهمهم هما؟ شفت حيت قلت انا فين كاين المشكل؟ في الاخر قلت المشكل فيا انا، يا اللي عارف راه الماتش ملعوب تمايا، وبلا راه داك الشغب كاين في ديك المنطقه وانا دايز من تما دوك. بارك من التهم الاخرين والوالدين ديالك وخوتك والمجتمع، الحكومه، الناس اللي دايرين بيك، الناس اللي هما ديالكم، بارك ما تتهمهم الا واجد تبقى فاشل. جمع راسك ودي تتهم راسك في اي حاجه صغيره زوينه خايبه، انت هنا جمع راسك وحاول تقلب على شي علاش في حياتك، غادي تلقى شي حاجه الا جاوبتي هذاك علاش، غادي تنوض تقدر تنوض على 7 الصباح، تقدر تبدل حياتك، دير شي حاجه في حياتك، ماشي هو لابد الفلوس. على حقيقه راه كما قلت الا سولتك علاش يقدر ما تش تلقى الجواب ولا شي جواب، لان علاش هي اللي كتعطيك الدافع، هي اللي غادي تخليك تنوض مع 7 ولا 5 الصباح ولا 4 الصباح، هي اللي غادي تخليك. كاين واحد السيد خدام على ولادو الصغار كينوض مع 4 الصباح كيمشي، علاش؟ لان عندو الولاد وعندو المراه خصهم يوكلوهم، كينوض مع الصباح ما عندك والو. يقدر يكون هذا هو الجواب ديال 80% ديال الناس اللي كيقول لي انا كنحط واحد البلون، انا ما كنقدرش نيكزيكيتي، كنعكاز، كيبقى يجيني النعاس، ما كنقدرش تيجيني العكاز، ما مثلا بغيش نخدم ما عرفتش علاش. مثلا بزاف ديال الاخوان كيسمع كنوض مع 7 الصباح وكنقرا في الميساج ديال كتنوض مع 7 الصباح، انا من نهار تخرج من الجامعه صافي ما بقيتش كنوض مع 7 الصباح. وي بيان سور راه ما كاينش علاش، حنا باقيين كندوي فيه علاش، ما كاينش عندك علاش، انا عندي علاش نفيق يوميا كنمشي ولا الدار درين واحد شويه هنايا وهنايا هنايا هنايا البار، خاصني نحيد عليا داكشي اللي عندي وخاصني نمشي للدار بحالي. وتقلب على شي حاجه في حياتك ولا تجاوب لها على علاش، باغي تولي فنان، باغي تولي موسيقي، باغي تولي اي حاجه، الا كان عندك شي علاش باغي دير داكشي جو سوي سور غادي توصلوا ما تشوف حتى حاجه. مع هذه الثقافه فاش كبرنا ما تسمعش ليها وكملوا تبارك.